الإعلامي صامد غيلان متحدثا عن السيناريست فاتن اليوسفي. هاد السيدة عندها شي حاجة زايدة إليكم التفاصيل. الإعلامي المغربي صامد غيلان أشاد عاليا بقصة المسلسل التلفزيوني الجديد من فم السبع التي وصفها بالرائعة جدا، ومن خلالها نوه كثيرا بالسيناريست فاتن اليوسفي التي كتبت فصول وأحداث هذا العمل درامي ميني سيري من 4 حلقات الذي يبث ليلة كل خميس على قناة الثانية دوزيم. وارتباطا بالموضوع شدد غيلان على أن تألق الكاتبة فاتن اليوسفي من خلال سلسلة من الأعمال الناجحة لم يكن وليد الصدفة، وإنما ثمرت مجهودات جبارة تبذل في الخفاء كانت وراء سطوع نجمها قبل أن تصبح اليوم واحدة من أشهر السيناريست في المغرب، حيث قال في هذا الصدد هاد السيدة عندها شي حاجة زايدة. في ذات السياق كشف الإعلام المغربي تفاصيل مهمة من مسلسل من فم السبع الذي تولى إخراجه داني يوسف زوج السيناريست فاتن اليوسفي، من حيث جودة الكاستينج الذي أفرز اختيار نخبة من ألمع نجوم الشاشة المغربية من قبيل الفنان أسامة بسطاوي، روية، طارق البخاري، وكليلة بنعيلات، أيوب أبو الناصر، ماريا للواز، كما نوه عاليا بموهبة الطفل محمد غالي أحمامه والممارس بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ويتطرق هذا المسلسل الجديد لقصة طفل من وسط شعبي فقير يحلم في أن يصبح لاعب كرة القدم، وقبل أن يتحقق هذا الحلم سيعيش مجموعة من التقلبات والعراقيل التي تفرز بدورها سلسلة من القصص الفرعية تناقش مواضيع اجتماعية وأخرى إنسانية تلامس المعيش اليومي للمغاربة في قالب درامي. يتشكل أحداث هذا العمل التلفزيوني الذي حاز تفاعلا كبيرا وإشادة عالية من قبل عدد كبير من المتابعين، كما يحاول هذا العمل أيضا كسر كل الصور النمطية المرتبطة في ذاكرات المغاربة بصعوبة واستحالة تحقيق أحلام الطفولة، حيث يقدم نموذجا إيجابيا يفتح عين الناشئة على إمكانيات بلوغ كل الأهداف شريطة توافر عوامل أساسية مثل الاجتهاد والمثابرة، وهنا الحديث عن إنجاز الأسود غير المسبوق في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية والمتمثل في بلوغ نصف النهائي كأس العالم قطر 2022.